محرة مش سهل يا أمه. ولا احنا كمان سهلين، خبر ايه؟ انت مستجل بروحك ليه؟ ده كل اللي شاغل بالي ده اللي وجهه ولدي وبس. معلوم، ما هو اللي خد الواد عايزك ما تنامش الليل تلف حوالين روحك عشان تنسى ان عندك طريق لازم تجيب اخره. كلام الناس بيقول مروان. لا مش مروان، اخوك ما يعملش كده. ده ولدي وانا عارفاه وعارف يعمل ايه وما يعملش ايه، بس كريمه خفي اسمها من الدنيا كلها، رمت زينب في سكته، عشقها وقلبه مال. لكن اخوك مش طماع ولا عاوز ياكل حقك. يعني مروان باللي عمله ده ما كانش عايز ياكل حقنا؟ لا يا حبيبي، لا مروان لا، كريمه تاكل حقنا. ولسه كمان اما زينب تولد ولو جابت واد، يوه اخوك ده ما حيقولش غير حاضر وامين. يبقى لازم نرجع البيت، مش لازم نسيبها. لا لو انا شايفه ان رجوعنا البيت كان صلح حاجه كنت قلت لك نرجع. احنا لازم نبعده وانت تكبر اكتر من مروان كمان، ساعتها كريمه هتجيلك رمح، مروان هيشوفها على حقيقتها ويشوف وشها العفش، وهو اللي هيرميها برا البيت.